لاجل الوطن لاجل الوطن لاجل الوطن تلقوها صدقة في الميحن لاجل الوطن لاجل الوطن لاجل الوطن لاجل الوطن تلقوها صدقة في الميحن لاجل الوطن ربي يحن. أنا مش نطلب فيك أنتي علمك ترب للعادة الانترنت. والله علمني حاجات ورعيت أسرار. الله ثلاثة العالم على كف عفريت يا سلطاني. ماني قلت لك يعني هذا جيل ربي يكون في عونه. يكون في عوننا احنا. لا هم خير. ما لازم سلطانة جم المير. سلطانة خير. لا ترب الخير. ما قلت عاد علمني. علمني سكاسة في السبعة. يا شينك بدعة. لكن الطفل قاعد قاس صغير. هو رجله رقم 11. وانا 54. اللطف يا ربي. السوق الأوروبية بحالها شين رايك في ألمانيا الغربية؟ والله هي قمة الحضارة. قمة الديمقراطية. ما لقيتش فيها قاس رجلك. مقيولة. كبر الراس. للدبارة. وكبر الرجل. للخسارة. قداش مقاسك انت؟ توا جي 60. سامعين سالمين اللطف. نلقى مقاسي في الحارة زعما على قد قياسك مد رجليك. من هنا الحارة إلى هنا الجفارة. الحمد لله الاقتصاد والتجارة جابوا لهم رجل زنجير وخبير وبعون الله وبعزيمة الرجال نصبحوا في الاقتصاد أكبر دولة سلطانة بسباسي. أهي نوضي درعك الكمامة دير الكمامة الكمامة شنبي يرقيني للدور الأول. أنا بح اليوم فيه سيولة. ليني شيب ولد الذيب بت 7 سنين ما ينبت. ليني شيب ولد الذيب ليني يدير سنون الحليب بت. الكلمة كانت الناس زمان تشري بها في الملك. اليوم صاحب الكلمة وقطعة الكلمة من البلاد. عباد الله احترموا المواعيد. لا عند دكتور ولا عند مريض ولا عند فلاح. هموم المواطنين كلمة تنجيك بكري من البكريات تسمعي بيه بعد 7 سنين يا حي يا مات. وتغرسي وتنبت 7 نخلات ولا تشبح لبعين وتخش السوق وتبرح. بالله في سبيل الله دلوني على مواطن عنده كلمة. والناس كلها شباح. احنا وين ماشيين؟ كنا وحتى نسوي. اي لما تعطي كلمه كول واشرب ونتسابق كان على الكلمه. الا النفاق من مكاتب حكوميه لسوق الكريميه. الكلمه زناد. اخر فرصه في الدنيا للعباد. الكلمه تعني الاخلاق. تلقيها عند من؟ كلمه عند الاخرين. يقول لك حاجتك توت الساعة 12 تجي الساعة 10:30 وتبدأ تفلق في هذاك الباب. افتح لان هده الباب ما ينفتحش. قلنا لك الساعة 12 ولي للوراء سلطانة. دواني مرا وانا مسؤولة في الدولة. هل عندك كلمة يا رسول الله وانت فلاح؟ سوا سوا يا راجل كي مرعى كل سوا سوا. الكلمة هي كلمة وقلة الكلمة قلة حياء. تأليف وإخراج الطاهر الضياء.